هنكمل مع بعض المحاضرة السابقة عن البنوك الإسلامية. احنا اتكلمنا عن نشأة وتعريف البنك الإسلامي، اتكلمنا عن الفروق الجوهرية بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية. هنتكلم النهاردة عن المحددات الشرعية لعمل البنوك الإسلامية والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية. هنتكلم عن المحددات الشرعية لعمل البنوك الإسلامية. إن الشرعية هي الإطار الأساسي للنظام المالي الإسلامي، ويمكن تلخيص المبادئ الأساسية التي تحكم عمل النظام المالي الإسلامي في الآتي: 1. حظر الفائدة، أي حظر الربا، ويقصد به أي سعر محدد وثابت ومقرر مسبقا، ويكون مرتبط باستحقاق الدين وبقيمة المبلغ الأساسي. 2. تقاسم المخاطر، نظرا لأن الفائدة محظورة فإن موردي الأموال يصبحون مستثمرين بدلا من أن يكونوا دائنين، ومورد رأس المال ومنظم المشروع يتقاسمون مخاطر الأعمال التجارية مقابل تقاسم الأرباح. 3. النقود كرأس مال محتمل، أي تعامل النقود كرأس مال محتمل، أي تصبح النقود مصدرا حقيقيا عندما تنضم أي موارد أخرى للقيام بنشاط إنتاجي. 4. حرمة العقد، الإسلام يدعم الالتزامات التعاقدية والإفصاح عن المعلومات. 5. الأنشطة التي تقابلها الشريعة، تقبلها الشريعة، وهي تلك الأنشطة التجارية التي لا تخرج عن إطار الشريعة. قنوات المعاملات المصرفية الإسلامية. بتمارس الأعمال المصرفية الإسلامية حاليا من خلال قناتين: بنوك الإسلامية المتخصصة والنوافذ الإسلامية. البنوك الإسلامية المتخصصة هي بنوك تجارية واستثمارية بيقوم هيكلها كلية على أساس المبادئ الإسلامية، تتعامل فقط بالأدوات الإسلامية. أما النوافذ الإسلامية فإنها مرافق توفرها البنوك التقليدية تقديم الخدمات للذين يرغبون في الأنشطة المصرفية الإسلامية. بعد كده عايزين نعرف إيه هي الخدمات اللي بتقدمها البنوك الإسلامية. تشمل الخدمات اللي بتقدمها البنوك الإسلامية 3 مجالات. أول حاجة خدمات مصرفية، نشاط استثماري، خدمات اجتماعية. هنتكلم عن الخدمات المصرفية. هي بتشمل قبول الودائع بأنواعها، تحصيل الشيكات، وبيع وشراء العملات، وعمليات الأوراق المالية والتحويلات النقدية. ولا تختلف البنوك الإسلامية في كيفية تقديم هذه الخدمات عن البنوك التقليدية، ولكن هناك بعض الخدمات المصرفية التي لا تستطيع البنوك الإسلامية تقديمها بنفس طريقة تقديمها في البنوك الرأسمالية. والخدمات دي: 1. خصم الكمبيالات، الاعتمادات المستندية، خطابات الضمان. بالنسبة لخصم الكمبيالات، يمكن المصرف الإسلامي أن يقوم بتحصيل الكمبيالات أو مستندات الديون التي يضعها الدائنون لدى المصرف ويفوضونه في تحصيلها، ويأخذ أجرا أو عمولة مقابل هذه الخدمة، لكن لا يستطيع القيام بعملية خصم الكمبيالات كأن يدفع قيمة الدين مخصوما منه سعر الفايدة عن مدة الانتظار كما تفعل البنوك الرأسمالية، ولكن يمكن أن يقوم بدفع قيمة الكمبيالة المحررة عند تقديم الكمبيالة دون خصم مبلغ مقابل الانتظار، وإن كان ذلك يثير قضية مدى النفع الذي يعود عليه من ذلك. الاعتمادات المستندية، وهي عبارة عن تعهد من بنك ما بأن يدفع للمصدر قيمة البضاعة المشحونة مقابل تقديم المستندات التي تثبت أن الشحن قد تم وبعد التأكد من مطابقة هذه المستندات لشروط الاعتماد. ولكن المشكلة تصار عندما يكون جزء من الاعتماد غير مغطى، أو في حالة طلب تمديد الاعتماد من قبل العميل. ويمكن للمصرف الإسلامي حل مثل هذه المشاكل إما باعتبار الجزء غير المغطى قرض حسن، ويمكن تبرير ذلك إذا كان طالب فتح الاعتماد من المتعاملين الدائمين بالمصرف، المصرف يستفيد من استثمار ودائعه الجارية ولن يضر كثيرا تغطية جزء من الاعتماد لفترة قصيرة. كما يمكن للبنك تمويل الجزء غير المغطى بالدخول مع العميل والمستورد مشاركة على حسب النسبة التي يتفق عليها، كما يمكن تمويل السلع المستوردة كاملة أو مجزأة عن طريق ما يعرف بأسلوب المرابحة. خطابات الضمان، عدد المقاولين اللي بيرسى عليهم أعمال حكومية بيطلب منهم إن هم يقدموا خطابات ضمان بنكية بتمثل نسبة معينة من قيمة المشروع، فبيلجأ المقاولون للبنوك
عشان يمدوهم بجزء من عملية التمويل للمشاريع اللي بترسى عليهم مقابل تنازل المقاول عن المستخلصات اللي بيحصل عليها من الجهات الحكومية. بتقوم البنوك بتحصيل المستخلصات دي وتمويل نفقات المقاول حتى نهاية المشروع، تتقاضى البنوك فوائد مقابل هذا التمويل. أما المصارف الإسلامية فيمكن أن تقدم خطابات الضمان لطالبها مقابل أجر أو عمولة، وذلك إذا كان العميل حساب جاري بيغطي قيمة خطاب الضمان. فإذا لم يكن فيمكن أن يمول المشروع أو جزء منه مقابل المشاركة في الأرباح اللي هو المضاربة. 2. النشاط الاستثماري. المصارف الإسلامية بتقوم بتمويل النشاطات الاستثمارية سواء عقارية، زراعية، صناعية، حرفية، بأكثر من أسلوب. فممكن هو يعمل استثمار عقاري بنفسه، على سبيل المثال هيشتري أرض وهيبني الشقق والمنازل ويبيعها. ممكن هو كمان يدخل في التجارة الخارجية عن طريق الاستيراد أو التصدير، أو من خلال إنشاء بعض الشركات والمؤسسات الإسلامية الأخرى كشركات التأمين. ممكن المصرف يقوم بعملية التمويل عن طريق المشاركة، وده بيشمل مختلف الحالات اللي بيدخل فيها المصرف شريك ممول في مشروع ما وذوي دخل متوقع. بالنسبة للتجارة فبيلاحظ إن أكثر أساليب التمويل شيوعا هي التمويل عن طريق المرابحة. 3. الخدمات الاجتماعية. تتميز البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية الرأسمالية في المجال ده، حيث تعتبر البنوك الإسلامية إن ليها دور اتجاه المجتمع وبتسعى لتحقيقه، بينما البنوك التقليدية هي هدفها الوحيد بيكون الربح المادي. من أمثلة الخدمات الاجتماعية اللي بتقوم بيها البنوك الإسلامية تجميع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، تقديم القروض الحسنة للمحتاجين من أبناء المسلمين، توفير بعض السلع الضرورية دون الحصول على ربح يذكر.